تشرفنا اليوم بزيارة النجف الأشرف. تثمن العتبة العباسية العقل العراقي وتعطيه المساحة الطيبة للإبداع وتؤمن به. نبارك لجامعة الكفيل افتتاح هذا الصرح العلمي الكبير والمتمثل بكلية الطب. الحمد لله اليوم احنا في جامعة الكفيل، ابتداء تبريكاتنا وتهانينا ونشد على يد من يقوم بهذا العمل الكبير. نريد أن نثبت للآخرين أننا نسعى دائما إلى الرصانة العلمية، نخلق تنافس بين كلياتنا في المجموعة الطبية. هذا الافتتاح يمثل تقدم بالملف التعليمي وتقدم بالملف الأكاديمي. العتبة العباسية المقدسة يشهد لها أنها ساهم في وضع الحلول ومشاركة في كثير من حل المشاكل. واحد من القضايا الأساسية للجامعة ليس فقط أن تضع المفاهيم أمام الطالب وتدرسه، ولكن يجب أن تكون جزء أساسي في صناعة الإنسان. حقيقة افتتاح جامعة الكفيل كان من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استحداث ثلاثة جامعات لكليات الطب، هي جامعة السبطين في كربلاء، جامعة العين في ذيقار، وجامعة الكفيل في النجف الأشرف. في اللحظة التي تم فيها افتتاح كلية الطب العام في جامعة العميد كنا نتحدث عن لحظة فارقة في عمر الزمن، أننا نتحدث عن تجربة رائدة في التعليم الطبي الأهلي، وكانت تجربة رائدة وتحدياتها أنها رائدة. أما اليوم وقد نشهد افتتاح كلية الطب عام ثانية في العتبة العباسية المقدسة، نرى أن حجم التحدي أصبح أكبر. إذ ماذا سنضيف؟ لماذا استحدثنا هذه الكلية في ظرف وجود كلية أولى؟ تولي العتبة العباسية اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم، إذ استحدثت العتبة جامعتين بمسمى جامعة العميد وجامعة الكفيل، وتعطي لهاتين الجامعتين أهمية خاصة لما لهذا الموضوع، موضوع التعليم، من اهتمام خاص يساهم في تخريج جيل واعي مؤمن بالجانب القيمي فضلاً عن إيمانه بالجانب التعليمي. جامعة الكفيل من المشاريع المهمة واستراتيجية جدا التي اتخذت قرارها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاحها، وهي أعتقد اليوم عندما شاهدناها على مستوى البنى التحتية، على مستوى الأنظمة، على مستوى المناهج، البرامج، الأساتذة، بصراحة دافعنا كبير جدا صار للسعادة والنجاح والفرح. أكدنا بأنه قرارنا لم يكن هو قرار عاطفي، إنما هو قرار كان استراتيجي. طبعاً وجود مثل هكذا صرح علمي في محافظة النجف الأشرف هو محط اعتزاز واهتمام أكيداً، وهو هو إضافة لمحافظة النجف الأشرف، إضافة في مجال التعليم، وأيضاً إضافة في مجال التنمية الاقتصادية في محافظة النجف الأشرف، باعتبار راح يكون إحدى مراكز الاستقطاب للكفاءات والشباب، وتقدم المجال التعليم في المحافظة، وأيضاً نمو للحركة الاقتصادية في المحافظة. لذلك اليوم حضورنا في هذا الفعالية وفي هذا المحفل هو لتعزيز هذا التوجه ولدعم هذا التوجه ولتوفير البيئة المناسبة لتنشيط هكذا فعاليات. جعلنا من معالي وزير التعليم العالي شاهداً على هذا الافتتاح ومساهماً فيه، فضلاً عن هذه النخب الأكاديمية، السادة رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية الذين رأوا بأعينهم البنى التحتية، مستلزمات الاستحداث التي شهدوا بأنها فريدة في هذا الناشئ الأكاديمي الجديد. لما العمل العتبة العباسية تقوم بعمل مهم في هذا الميدان، في ميدان العلوم،
لا سيما أن هناك جامعتين، جامعة العميد في كربلاء المقدسة وجامعة الكفيل في النجف الأشرف، افتتاح تخصصات جديدة، خاصة اليوم احنا حضرنا إلى جامعة الكفيل بمناسبة افتتاح كلية الطب في هذه الجامعة. الافتتاح لتخصصات جديدة تعطي إثراء كبير للجانب العلمي على مستوى العراق. ما يميز هذه الجامعات بصراحة رصانتها العلمية الكبيرة والقابلية الكبيرة على جذب الكفاءات المهمة، وأنا طبعاً ألتقي بكثير من الناس يفضلون الدخول إلى هذه الجامعات بسبب رصانتها العلمية الكبيرة، وهذا طبعاً شيء مهم جداً سينعكس انعكاس إيجابي كبير على مخرجات هذه الجامعات. بالتأكيد الكل تعرف أنه مخرجات وزارة التربية أعداد كبيرة من أبنائنا الطلبة يتخرجون في كل عام دراسي، هذا يولد ضغط كبير يفوق الطاقة الاستيعابية لوزارة التعليم العالي. فالعتبة العباسية المقدسة وجامعة الكفيل بالتحديد سعت أن تكون تساهم في رفع جزء من هذه التحديات والمساهمة في حل هذه المشكلة في افتتاح كلية طب أهلية تساهم إن شاء الله برفد كوادرنا أو رفد وزارة الصحة بخريجين أطباء أكفاء إن شاء الله. القطاع الخاص مهم وشريك أساسي للدولة، كل دول العالم القطاع الخاص مهم جدا، لا يمكن أن تنهض الدولة بمواردها. وواحدة من النقاط الأساسية، نقطة الضوء في وضعنا العراقي بصراحة خصوصا في الجانب الاقتصادي والمجتمعي، هو عمل والمشاريع العتبات، سواء كان العتبة الحسينية أو العتبة العباسية. للإنصاف أقولها هي مشاريع مهمة جدا، هي لا تعتمد الربح إنما هي تعتمد على النجاح، سواء كان الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وهذه هي ميزة عمل العتبات. لذلك زيارتنا اليوم هي لخلق المنافسة، يجب أن نضع القدوة، يجب أن نضع المنهج الأساسي لهذه الجامعات القدوة، ومن ثم نعرضها على هذه الجامعات الأهلية حتى يكون هناك منافسة. نحن مع القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك شراكة أساسية للقطاع الخاص، ولكن الجودة والكفاءة يجب أن تكون هنا العناصر الأساسية الموجودة في القطاع الخاص. حضورنا في هكذا نشاطات هو دعم وتعزيز واهتمام، ورسالة نبعثها لهذا الاهتمام لهذا القطاع المهم جدا، قطاع الأكاديمي، قطاع يمتاز بصفة البحوث العلمية والتي نحاول بكل طاقتنا أن نستفاد من نتائج هذه البحوث أن تكون بحوث تطبيقية نستفاد من عندها في معالجة المشاكل على مستوى كل القطاعات اللي بالمحافظة. اليوم من نزلنا وافتتحنا هذه الجامعة حقيقة كان هناك ارتياح واضح جدا، وبالإضافة إلى ذلك هناك ارتياح ضمير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التحديات الكبيرة جدا التي واجهتنا عندما اتخذنا هذا القرار أيضا، الذي كان يرتكز على رؤية واضحة جدا من قبل مختصين وفنيين، كانت هي رؤية دقيقة واضحة وناجحة. لذلك اليوم رأينا النجاح بصراحة، اللي هو على مستوى المناهج، على مستوى التنظيم، على مستوى السيكوريتي، على مستوى النظم الإلكترونية، على مستوى المختبرات، هذا كل دلالة رسالة ناجحة حقيقة. من يتجول في أروقة جامعة الكفيل يستحضر مباشرة أنها بيئة جامعية تستجيب لأهداف التنمية المستدامة، هذه الأهداف التي ترعاها الأمم المتحدة وتسعى إلى تطبيقها في كل أنحاء العالم. وقبل أيام يعني ليست بالبعيدة كانت الجامعات قد أعلنت عن تقريرها الكامل لاستجابة هذه المؤسسات الأكاديمية لأهداف التنمية المستدامة، وجامعة الكفيل كانت واحدة من هذه الجامعات. مخرجات هذه الجامعات الرصينة تعطي إثراء كبير على المستوى العلمي، على العملي، العلمي التطبيقي في مجالات العمل، وخاصة في سوق العمل الموجود على المستوى الطبي أو على المستوى الفني الهندسي أو على المستويات الأخرى. مرة أخرى طبعاً نأكد إحنا تعاوننا الكبير في هذا المجال، إضافة إلى فخرنا واعتزازنا بهذه المنصات والمرتكزات العلمية الكبيرة. البنى التحتية متميزة جداً من قاعات دراسية ومختبرات وغيرها من الأمور، إن شاء الله هذه سوف تفضي إلى خريج متميز وكفو قادر على المساهمة في مع زملائه في الجانب الحكومي. هذه الجامعات في هكذا صلة خدمة للناس، خدمة للمحافظة، وجود مستشفى أيضا تعليمي خاص بهذه الجامعة،
ووجودها أيضا في المنطقة أحيا هذه المنطقة كلها. هذه كلها عوامل إيجابية، لأن إحنا نريد أن تكون الجامعة هي جامعة منتجة تنفتح على هذا المجتمع. هذه الإمكانات الموجودة نحن سوف نضعها محور أساسي في انطلاقاتنا كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الأهلي، وسوف تكون منافسة بين هذه الجامعات بأنه هذا الصرح العلمي وهذا الصرح الحضاري يجب أن يكون هناك منافسة على هذا المستوى. تسعى العتبة لتقديم هذا النتاج البشري العلمي الكفوء بأيادي عراقية من أجل خدمة المجتمع بطريقة أن تتكامل مع المؤسسات الحكومية من جهة، وتحاكي ما موجود من أنظمة تعليمية في الجامعات العالمية الرصينة لتطوير قطاع التعليم في العراق وتخريج أجيال عراقية طيبة تساهم في بناء الوطن في المستقبل إن شاء الله تعالى. واحد من فلسفة افتتاح الجامعات الأهلية خصوصا الصبطين والكفيل وكذلك العين الذي اتخذناه القرار هذه السنة، بأنه بدل ما تذهب شبابنا إلى الخارج نحتويهم خلال الجامعات في العراق. طبعا هو ليس مجرد يكون قرار واجتهاد، طبعا أيضا هذه الجامعات مطلوب من عدها أن يكون هناك توأمة خلال سنة مع إحدى الجامعات الرصينة التي موجودة في التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى ذلك بأنه موضوع العميد تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعيينه وكذلك الأساتذة وكذلك المناهج، فبالتالي هو تلاقح وتقاطع بين الجانب الأهلي والجانب الحكومي. لا نريد أن تكون هناك اثنينية، ولكن في نفس الوقت نعم هناك مشاكل في التعليم الأهلي، ولكن هناك حقيقة ضوء وجزء ممتلئ من الكأس في التعليم الأهلي. نحاول أن نركز على الضوء، وبالتالي هناك قرارات مهمة جدا سوف تتخذها وزارة التعليم العالي من أجل البصانة العلمية وكذلك من أجل البحث العلمي. ما يميز جامعتي العميد والكفيل كذلك، والتي أؤكد أنه دائما هي بتوجيهات سماحة المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة وعمل كبير من الأخوان في العتبة المقدسة في الأمانة العامة والمتخصصين، أنها تكتسب أهمية كبيرة وتكتسب أهمية كبرى في دعم الطاقات العلمية في البلد. هذه الطاقات العلمية الرصينة التي إن وجدت رعاية حقيقية كما توجد هنا هذه الرعاية تقدم عملا علميا كبيرا. وبذلك نحن في محافظة كربلاء المقدسة عندما نرى كثير من التطبيقات العملية لمخرجات هذه الجامعات، نرى أن هناك إمكانية كبيرة في التعاون والتنسيق مع هذه الجامعات التي تعتبر ليست فقط فيها مخرجات علمية وفنية، إنما تعتبر كذلك جهة استشارية علمية حتى للمحافظات التي تريد أن تعمل خطط جديدة على مستوى التنمية وعلى مستوى الخدمات وعلى مستوى البناء وعلى مستوى الركيزة العلمية الرصينة. العتبة العباسية المقدسة لها دور كبير في حل هذه المشاكل، ومنها هي افتتاح كليات الطب التي تساهم بخريج متمكن على الجانب التربوي والعلمي. نسأل الله أن نكون احنا ايضا في لجنة عمداء كليات الطب يد بيد مع جامعة الكفيل في المساهمة في الحصول على خريجين اكفاء واطباء متمكنين علميا وتربويا. جامعة الكفيل حقيقة كان لها بصمة كبيرة كلية الطب بهذا المضمار. إذا نجي ننفصل عنها، البنى التحتية اللي أنشئت على أساس الجامعة، الحوكمة الإلكترونية، الوسائل الحديثة بالتعليم، طرق التدريس الحديثة، كل هاي راح تساعد بإخراج جيل جديد راح يخدم هذا البلد محصن علميا، يعتمد على أسس فكرية صحيحة وطرق علمية صحيحة للنهوض بواقع البلد. وهذه هذه هي اللبنة الأولى ببناء الفرد العراقي حقيقة. راح نأمل أنه بالمستقبل القريب إن شاء الله راح تساهم هذا في رفد البلد بالكفاءات العلمية اللي قادرة على أن تبني وتكون مساهمة ليست فقط في العراق، ولكن بوضع العراق في نظام العالم الجديد والتطور إلى الأمام. رؤية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تخلق توأمة بين التعليم الحكومي والتعليم الأهلي، وكذلك هناك إمكانيات كبيرة. كان هناك وجود مستشفى، وجود بنى تحتية، العمران واضح جدا بأنه مميز ينافس، إذا لم أقول هو أحسن من العمران الموجود في بعض الجامعات الحكومية. المنهج الأساسي والمساحة التي ممكن أن يتحرك بها صاحب القرار رئيس الجامعة في التعليم الأهلي في الجامعة الأهلية، هذا يعطي كله مساحة كبيرة جدا ممكن أن تكون هناك فرصة للنجاح وفرص للإبداع.
لا يمكن أن تكون هناك تنمية، لا يمكن أن يكون هناك استقرار إذا لم ندعم الجامعات وندعم التعليم العالي. لذلك خطواتنا هي خطوات مهمة جدا واستراتيجية ومرتكزة على رؤى. أسسنا مجلس استشاري، هذا المجلس مهم جدا، يضم خيرة العقليات العراقية سواء كان في داخل العراق وفي خارج العراق، الذي يرسم لنا المسار الأساسي لدعم هذه الجامعات. وهناك ورقة إصلاح للتعليم الأهلي. نعم التعليم الأهلي مهم جدا، ولكن في نفس الوقت هناك علامات استفهام على بعض الجامعات، هذه الجامعات سوف نتابعها ونراقبها وربما تصل إلى درجة التعليق أو الإلغاء. ولكن في بعض الأحيان والجانب الآخر هناك جامعات ناجحة على مستوى البنى التحتية، على مستوى الأساتذة التي تستقطبهم هذه الجامعة، وهذه نقطة مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك نريد أن يكون هناك المنهج العلمي هو الركيزة الأساسية لهذه الجامعات، بالإضافة إلى ذلك الجانب التربوي والأخلاقي الذي يصنع الإنسان. العتبة العباسية وفرت للطاقات العراقية في جميع منشآتها وشركاتها وجامعاتها مساحة طيبة اعتمدوا فيها على الذات وطوروا قابلياتهم وأدخلتهم في دورات تدريبية تخصصية لتقديم الأفضل ولتقديم النموذج الطيب عن تجربة العقل العراقي الناجح. هدفنا الأساسي نحن نتعامل مع هذه الجامعات، ليس فقط الجامعات الأهلية، حتى الجامعات الحكومية نريد أن تكون انفتاحها على المجتمع. يجب أن تكون مخرجات هذه الجامعات هي انعكاس إيجابي على المجتمع، فلذلك كل خطوة إيجابية وكل خطوة ناجحة تجد وزارة التعليم العالي على رأسها، وزير التعليم العالي هو داعم لهذه الخطوة وموجود في هذه الخطوة من أجل تعميمها على كل الجامعات. استخدام الطاقة النظيفة، اعتمادها جودة التعليم، تحديث المستمر للبيئة الجامعية ومتطلبات العملية التعليمية وإجراءاتها على مستوى المختبرات، القاعات الدراسية، الفضاء الجامعي، الساحات الخضراء، كل هذه المعطيات تؤكد أن جامعة الكفيل حقيقة ترتكز إلى معطى أساسي اللي هو جودة التعليم. هذه الجودة حقيقة وهذه الإمكانات هي تعزز كل المجالات الأخرى المرتبطة بخدمة المجتمع وتحقيق المسار التنموي للبيئة العراقية. جامعة الكفيل حقيقة تعد من الجامعات التي حققت نجاحاً في هذا المجال و جديرة بالاهتمام، جديرة بالإشادة، ونرجو للقائمين عليها ولطلبتها ولهيئاتها التدريسية كل التوفيق والنجاح. نتمنى الموفقية لجامعة الكفيل، وإن شاء الله نزورها مرة أخرى ونجد حقيقة على مستوى المناهج وعلى مستوى البرامج هو تقدم واضح جدا. الهدف الأساسي لوزارة التعليم العالي في هذه الفترة والفترة القادمة إن شاء الله أن يكون هناك تلاقح بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية. لدينا رؤية حول التوأمة في موضوع الدراسات العليا، لدينا رؤية أيضا في مجال البحث العلمي، بأن يجب أن يكون هناك تلاقح بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وهناك خطط واسعة في هذا الجانب. خلال متابعتنا لعمل العتبة العباسية لها دور كبير في إدخال التكنولوجيا الحديثة، هي كلش مهمة. الفكرة أنه إحنا ليس فقط الإنشاء، ولكن الإنشاء النوعي. الإنشاء النوعي العتبة العباسية حقيقة كانت سباقة ورائدة في هذا المجال، واقعا بإنشاء مشاريع نوعية تكون لبنة أساسية في هذا التطور اللي راح يخدم البلد. فأنا يعني أشوف واقعا العتبة العباسية لها فضل كبير بهذا المجال. مشاريع العتبة سواء كان العتبة الحسينية أو العتبة العباسية هي مشاريع مهمة جدا وهي استثمارية ناجحة خدمة للمجتمع. ساهمت العتبة ودعمت وأنشأت كليات بطريقة تحاكي ما موجود بالجامعات العالمية، ووفرت بيئة جامعية نموذجية لتحسين المخرجات الجامعية، وأيضاً للمحافظة على البيئة والسلامة والأمن، إذ طبقت كل معايير الجودة والرصانة العلمية، وتساهم في توفير أجواء تعليمية يقوم الطالب بأداء دور تطبيقي عند تخرجه، ليساهم في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي إن شاء الله تعالى يعمل عليها في المستقبل القريب. أتمنى لهم الموفقية. اليوم افتتحنا جامعة الكفيل، أتمنى لهم الموفقية. إن شاء الله سوف نزور زيارة أخرى ونجد عوامل النجاح أكثر، وكذلك الطلبة مستفادين أكثر. نتمنى لهم كل الموفقية. نحن كوزارة التعليم العالي ندعم كل تجربة هي تجربة رائدة بالنجاح.
كل التوفيق والتقدير لهم.